مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الطاولة المستديرة. لا زال العراق في العام 2018 دون موازنة، ولا زال العراقيون لا يعرفون ما هي شكل وطبيعة مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار، لتداعيات سياسية لا زالت تلقي بظلالها على كلا الملفين. كيف ستمضي موضوعة الموازنة؟ وكيف ستحل الخلافات السياسية إزاءها؟ وما حقيقة ما خرج به العراق من مؤتمر الكويت للمانحين أو لإعادة الإعمار في عنوان آخر؟ نبدأ الحوار مع ضيوفنا، ولكن بعد أن نتابع تقرير محمود القيسي. منذ أكثر من شهرين تواجه الموازنة الاتحادية لعام 2018 داخل البرلمان معارضة شديدة من الكتل السياسية لإقرارها، خصوصا من قبل إقليم كردستان، على خلفية خفض نسبة المالية من 17 إلى 12%، إذ لم تفضل الحوارات بعد إلى صيغة توافقية لتمريرها، بينما تتفق كتل سياسية على كسر نصاب الجلسة في حال عدم تمرير شروطها. أزمة الموازنة تعقدت بين الحكومة المركزية والجانب الكردي الذي يصر نوابه على استمرار مقاطعة جلسات البرلمان إلا في حال الموافقة على شروطه البالغة 9 فقرات، منها 3 أساسية تصر على إدراجها، ومنها رفع كلمة محافظات الشمال ووضع بدلها إقليم كردستان، وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وكذلك احتساب حصة البيشمركة من المخصصات الإجمالية للقوات البرية، ليلوح النواب الكرد بالاعتصام داخل مبنى مجلس النواب في حال الإصرار على تمرير الموازنة الاتحادية بشكلها الحالي. النائب كاظم الصيادي وصف الموازنة الحالية بموازنة سرقة أموال الشعب ووضعها في جيوب الفاسدين، مؤكدا أن الموازنة لا تمثل تطلعات الشعب العراقي ولن يتم التصويت عليها بشكلها الحالي. اللجنة المالية النيابية تحدثت عن إضافة 8 فقرات جديدة على قانون الموازنة الاتحادية مع تعديل 4 مواد وفقا للاتفاق السياسي، من ضمنها إلغاء 1 فقرات قانون الموازنة المتعلقة باستقطاع ما نسبته 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، لتبحث مع الكادر المتقدم لوزارة المالية ورئيس ديوان رقابة المالية الآلية الحكومية التي ستعتمد في تسديد الديون الخارجية والداخلية التي بذمتها والبالغة 114 مليار دولار، مؤكدة أن الحكومة ستسدد من الموازنة ما مقداره 7 مليارات دولار كفوائد وأقساط لجهات دولية ومحلية. الحكومة لجأت إلى الاتفاق مع 22 مؤسسة دولية ومحلية للاقتراض لسد عجز الموازنة الاتحادية البالغ 22 تريليون دينار، في حين تنتظرها فوائد تقدر ب8 تريليونات واجبة تسديد. آخر الحلول على ما يبدو عقد اجتماع قريب للرئاسات 3 لاحتواء أزمة الموازنة الاتحادية للعام 2018، بينما تلقي الأزمة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بظلال قاتمة على الوضع العام في البلاد. معنا مباشرة من بغداد عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني من دهوك نجيبة نجيب، وينضم أيضا معنا من بغداد القاضي وائل عبد اللطيف، برلماني سابق عن محافظة البصرة، ومعنا أيضا من بغداد السيدة نهلة الهبابي عضو ائتلاف دولة القانون. سيدة نجيبة، أهلا بك على طاولة المستديرة. هل لا زال الكرد متمسكون بنسبة 17%، رغم يعني أن التأخير الموازنة ليس في صالح البلاد ونحن على أعتاب انتخابات ونهاية دورة انتخابية لمجلس النواب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك أستاذ عبد الوائل وست نهلة وكذلك لمشاهدي قناتكم الكرام. مرحبا. أولا من التقرير أبدأ، يعني نحن لم نطالب بالشروط، بل نحن نطالب باستحقاقات دستورية قانونية. ونحن ككرد لسنا العائقين والمعرقلين لتمرير قانون موازنة 2018، لكننا معارضون ورافضون موازنة لا تعكس موازنة كل الدولة العراقية.
وهي موازنة لا يعني لا تتفق مع الدستور ولا تنسجم معها. وعندما تسألني ما هي المخالفات الدستورية، أقول لك بأن أولا الموازنة أتت مخالفة للمادة واحد التي تؤكد على نظام الاتحاد الفيدرالي، وهي طبعا قد غيرت كيان أقليم كردستان بمحافظات وتعاملت مع المحافظات، وهذا طبعا مخالف للدستور الذي صوت عليه أكثر من 80% من الشعب العراقي وهو كيان دستوري. أيضا هذا المشروع مخالف لأحكام المادة 14، العراقيون متساوون أمام القانون أمام الدستور، ولا لكن يجوز أن يكون هناك أي ست نجيب هذا ما العلاقة بنسبة 17%؟ معذرة يعني هذه المخالفات الدستورية ممكن ناقشها، لكن ما العلاقة ب 17% أو 12%؟ لا أخي، حتى 17% أصلاً مادة 121 فقرة ثالثة تؤكد على أنه تحدث عصا للمحافظات والأقاليم بما يكفي للقيام بمسؤولياتها وأعضائها وبما وحقيقة حسب عدد السكان والحاجة وكذلك الموارد. عدد سكان زين، هل يعقل أنه رئيس الوزراء أيضاً كان رئيس وزراء لهذه الحكومة عام 2015 و16 و17 وأرسل موازنة اتحادية ب 17%؟ ما الذي تغير؟ وعندها كانت طبعاً الإيرادات أقل ونسبة أسعار النفط دون 20. ما الذي تغير؟ أنه فعلاً تم صياغة هذا المشروع، مشروع قانون الموازنة بلغة الغالب بلغة المنتصر بعد أن فعلاً حصلوا على أو استولوا على جيد. ولكن بالمقابل ست نهلة ست نجيبة عفوا، يعني أيضا القضية تتعلق باتفاقات سياسية بتوافقات سياسية، التوافقات السياسية، وهذا باعتراف الطرفين الكردي والشيعي بأن التوافقات السياسية أنتجت نسبة 17%. بعد انتهاء هذه التوافقات السياسية رجعنا للوضع الطبيعي. يعني علامة الاعتراض إذا يعني كانت الصياغة مو على أسس دستورية وإنما على أسس اتفاقات، وهذه الاتفاقات انهارت بشكل أو بآخر. أشكرك على هذا السؤال حتى نوضح للمشاهد حقيقة. أولا نسبة 17% في عام 2004 وضعت في موازنتها الاتحادية وتلتها كل الموازنات، أي أكثر من 14 سنة. نحن مع هذا أصبح عرفا قانونيا وحق مكتسب بموجب القانون، هذه الناحية القانونية. من ناحية أخرى كل نص يرد فيها 17% أكو نص يليها أنه أن أي خفض وأي زيادة لهذا الحصة مرهونة بنتائج التعداد السكاني. هل يعقل دولة لحد الآن لم تجرى فيها تعداد سكاني؟ خلي يجرون تعداد سكاني، إذا حصتنا 2% 5% 20% إحنا راضين بها. مو هذا يا ست نجيب، مو هذا الكلام ست نجيب معذرة، هذا الكلام يعني عليكم مو إلكم. يعني الآن بديتوا تطالبون بتعداد سكاني بعد ما نزلت نسبتكم وصار اكو ضرر للمكتسب السياسي الموجود. قرار 2009 احنا رجعنا لجأنا الى محكمة اتحادية وقرار صدر من المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة بضرورة اجراء تعداد سكاني حقيقة، لكن الحكومة حقيقة وهي متقصدة حقيقة ولم تكن الإرادة السياسية لإجراء تعداد سكاني. طيب. الآن خلي يجرون تعداد سكاني وبعد ذلك بموجب قوانين الموازنة وبموجب الدستور الحصة التي تحدد للأقليم وتحدد للمحافظات وحتى تكون قاعدة بيانات حقيقية لأي طيب. اتجاه زين رئيس الوزراء لماذا هسه ما نقدر بعد ما حد يقدر يسوي تعداد ست نجيبة؟ الموضوع الآن بدأ يعني يمر بالوقت الحرج. احنا الآن يعني بالنسبة للحكومة وبالنسبة لمجلس النواب في الوقت الضائع، وهذا يعني يعود إلى 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 انتهاء العمر عمر الدورة النيابية لمجلس النواب ويعني إشكالية الانتخابات والحملة الانتخابية. ست نهلة ماشي أرجع لك ست نجيبة بس نقطة واحدة فضل سريع. مو 17% يعني النسبة الموضوعة في الموازنة 6,400,000,000,000 دينار لا تكفي حتى لتزيد رواتب موظفي الأقليم، ونحن طالبنا رئيس الوزراء مرارا وتكرارا وحتى هيئة الرئاسة أنه على الأقل تأمين رواتب موظفي طيب. الأقليم كل موظفي الدولة العراقية. أرجع لك ست نجيبة. ست نهلة أرحب بك مرة أخرى على الطاولة المستديرة عضو ائتلاف دولة القانون. يعني عمليا الكرد يشعرون بأنهم يدفعون ثمن الاستفتاء وإجراء الاستفتاء والتمسك بهذا الخيار، وبالتالي هم يعاقبون وفاهمين الموضوع بأنه المنتصر يفرض عليهم
شروط اللعبة السياسية المقبلة فيمنحون نسبة 12%. هل بالإمكان الوصول إلى حل توافقي فعلي للخروج من هذه الأزمة حتى تكون العراق موازنة للسنة الجديدة؟ أهلا وسهلا، حياكم الله على كل مشاهدي ومتابعي قناتكم الموقرة والضيوفك الكرام. مرحبا. طبعا بالنسبة للموضوع الموازنة، يعني الذي يشغل الشارع السياسي والشارع العراقي أيضا في نفس الوقت، ومستقبل العراق أيضا متوقف يمكن بعض فقراته على مستقبل العراق والمواطنين أيضا. بالتالي أنا أقول صراحة الموازنة لحد الآن لو أتينا المناقشة بالنسبة لموضوع الموازنة، الكل غير راضين داخل المجلس نواب العراق عن الموازنة، لا المحافظات المنتجة، لا المحافظات المتضررة اللي سقطت بيد داعش، ولا أقليم كردستان صراحة. لكن في الحقيقة بالنسبة أنا أتحدث بشكل واقع أكثر، كل القوانين العراقية في داخل مجلس النواب العراقي، مع العلم اليوم تحالف الوطني شئنا أن أبينا، هنالك نقاط مشتركة، خطوط الحمراء لا يتجاوزها النواب التحالف الوطني، يجتمعون في مواضيع أساسية، بالتالي يستطيعون أن يكملوا النصاب اللي يمثلون الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي. وأيضا يعني لو تحدثنا لتمرير هذه القانون، إضافة اليوم الكل غير راضين على القانون الموازنة، ولكن يقبلون من ضمن الحدود المقبول. مثلا المحافظات المنتجة للنفط بذل 5 بترودولار حسب القانون، أيضا يطالب باستحقاقاته حسب القانون والدستور. لو تحدثنا المحافظات المنتجة دي يقول لي أنا عندي قانون أيضا 5 بترودولار، أنا راضي 1 بترودولار على المحافظات باعتبار البنية التحتية مدمرة، أمراض منتشرة في المنطقة، والجفاف والأزمة العيشة الموجودة في هذه المحافظة، والمناطق المتضررة يقولون يابا احنا ايضا مطالبنا مشروعه ودستوريه. الهدف الاساسي انا اعرف ان اليوم احتاج 400 مليار دولار من اجل اعمار البنى التحتيه اللي دمرها داعش، لكن اعرف بنفس الوقت احنا نواب سياسيين مطلعين على وضع البلد، لكن احنا نعرف ان البلد ما عنده امكانيه 400 دولار يدفع لاعمار حديث المحافظات المنتجه حديث المحافظات المنتجه للنفط من جهه، وحديث المحافظات المنكوبة من لدن تحالف القوى السنية، يعني أكو كلام بأنه رئيس الحكومة رضاهم، يعني اشتغل وياهم وقعد وياهم اجتماعات ومشى بعض القضايا، صارت هناك يعني تسوية لكلا الجهتين، لكن الطرف الكردي الثالث ما حد يرضيه حتى هذه اللحظة حتى تمشي الموازنة. لذلك هو يقول لك احنا دا تتعاملون يانا بلغة المنتصر مو بلغة العدالة وحسب استحقاقات المحافظة. أنا جايك بالموضوع، إحنا نقول المحافظات المتضررة أيضا يطالبون ضمن القانون والدستور الرواتب المدخرة، إعادة المفسوخ العقود، و3 سنوات الدرجات الوظيفية اللي ما انطلقت في محافظاتنا مع العلم الدمار والشهداء وإحالات على التقاعد. معقولة أنا اليوم مدارس فارغة من الكوادر التدريسية إذا ما يطلقون الدرجات الوظيفية لمحافظاتنا؟ يعني ما من المعقول، لأن يلتزمون حسب القانون صندوق النقد الدولي. أما بالنسبة للكورد، الكورد ما يريد يمشي الموازنة، أولا لأن إذا مشت الموازنة راح يمشي على 12%، هذا واحد. إذا ما مشت الموازنة راح يبقى ينصرف 1 على 12، معناه تبقى حصته 17%، هذا واحد. اثنين، إذا ما مشت الموازنة هسه بعد الانتخابات راح يسوون الضغوطات السياسية في تشكيل الحكومة، راح يحصلون مكاسب لمدة 4 سنوات قادمة، بالتالي هم هذا الهدف الأساسي أيضا موجود. يعني هم مستفيدين، يعني مستفيدين من هذا الشغب السياسي حسب ما افهم، يعني عندهم مكتسبات استراتيجيه عندهم عليها مو عندهم على الموازنه. عدم تمرير قانون الموازنه لهم مكاسب سياسيه، اليوم راح يبقى اذا ما مررت راح يصرفوا لهم 1 على 12، يعني 17% راح تبقى، لان مثل حال الموازنات السابقه راح يمشي تكون مصروفيات اساس الرواتب. اثنين، راح بالتشكيلات الحكومه على الرئيس الوزراء القادم وتشكيل الحكومه القادمه راح تكون هناك شروط، انه اني راح ايد لك انت تكون رئيس وزراء، بس بالمقابل تنطيني 17%، تعطيني مكاسب من هذا الموضوع، راح يصير بها مثل ما يقولون صفقات سياسية راح تكون. بالتالي أنا أقول يا ست نجيبة، إحنا كلياتنا
مثل ما يقولون غير راضين، والشعب الكردي ايضا جزء من الشعب العراقي، خلينا نكون واقعيين انهم مواطنين عراقيين لابد ان نصرف لهم رواتب. بنفس الوقت انت يا اخت نجيبه انت من عضو مجلس النواب العراقي، صفتنا رقابيه، هل من المعقول اللجنه اللي شكلت من الحكومه المركزيه لقوا 250 الف موظف على السكك الحديديه، واحنا نعرف اقليم كردستان ماكو سكك حديديه، هذا واحد. ثانيا لقينا موظفين اعمارهم 90 سنه، يا ترى بالاقليم كردستان اكو قانون التقاعد لو لا؟ خلينا نكون واقعيين، الاحصائيه طيب. انا وياك والله العظيم انا اقول اذا سوينا احصائيه، لا افهم الاحصائيه، موضوع الاحصائيه، موضوع الاحصائيه مشكله، ما يحصل 12%. ستنا موضوع الاحصائيه بمشكله، لا لا لا. وربما احتمال ليس في توقيته، يعني ليش نسوي الاحصائيه والتعداد السكاني شماعه؟ هي مصير هسه في وقتها اكو هسه مشاكل اعقد. فقط في دقيقه واحده ست نجيبه تجاوبين. لا لا لا، هو طبعا بيخالف. انا اقول لك يا راح يصير مشاكل، راح تكون مشاكل، بس العفو نقطه واحده استاذ، راح تكون مشاكل. اليوم مثلا اقليم كردستان مثلا الطائفه الازيديه، الكرد يقولون هم كراد، الطائفه الازيديه قسم من عندهم يقولون احنا مو كراد، بالتالي الجرجريه قسم من عندهم يقولون احنا مو كراد، هم الكراد يحسبوهم من ضمن الكراد. التعداد السكاني، التعداد السكاني، بالتالي هناك عدم اجرائه فيه هدف سياسي ولي أهداف يعني تتعلق بكل ما نعيشه الآن، لأنه إجراء الإحصاء يحل كثير من المشكلات ويفكك الكثير من العقد. في دقيقة واحدة ست نجيبة جاوبي على هذه التساؤلات قبل ما أنتقل لسيادة القاضي وائل. يعني كل اللي قاعد تسووه هو شو سياسي، عندكم مكتسبات إلى مرحلة الانتخابات، لا تهمكم الـ12 ولا تهمكم الـ17. في دقيقة واحدة رجاء. مع الأسف الشديد لحد الآن السياسيون العراقيين سواء كان رئيس الحكومة وحتى البرلمانيين لا يتفهمون معاناة شعب أقليم كردستان، ولا يتفهمون لحد الآن، لم يستلموا رواتبهم وحصار مفروض عليه من عام 2014 لحد الآن. نحن شو حصلنا حتى نطالب بمكتسبات؟ فقط استحقاقات دستورية قانونية. هل يعقل أنهم موظفين المستشفيات، التربية، المدارس صار لهم يا أشهر ما مستلمون رواتبهم؟ يومية رئيس الوزراء طالع بمؤتمر صحفي أنزل لهم رواتب. هل يعقل أنه على مود اللجان التدقيق والأستاذة يعني ذكرت أنه وهمين؟ يا وهمين، 90 سنة وقواعد 90 سنة مشروع. إذا كان هناك رئيس الوزراء بنفسه أتى إلى البرلمان وقال فقط بتدقيق أولي 50 ألف فضائي شفنا في وزارة الدفاع، زين حتى كثير من الفضائيين موجودين في الحشد الشعبي ودوائر التقاعد وكذلك الموظفين، لكن يجب أن لا نربط قوت المواطنين بمسائل سياسية، هم يتعاملون بقوت المواطنين الكردستانيين حقيقة. وهذا طبعا يعني من الأمور الحقيقة نستطيع أن نقول يعني قمة اللاإنسانية. طيب. قمة الإنسانية، قوت الإنسان هذا كلام خطأ. يصبح هو مصدر نعم يصبح مصدر انتخابات، دعاية انتخابية، زي رئيس الوزراء انت سويت يا ست نجيبة. ست نهلة بدها توجه، لا ما يخالف ست نهلة بدها توجه هاي التهمة لكم بأنه انتم قاعد تزايدون على قوت المواطنين. انا ارجع لك بعد مداخلة السيد القاضي وائل عبد اللطيف. سيادة القاضي أهلا بك على الطاولة المستديرة مرة أخرى. المحافظات المنتجة للنفط تريد، المحافظات السنية تريد، وأزمة أقليم كردستان يريد الحصة مالت 17% اللي أعتقد أنها دستورية، وحقيقة أكو أزمة مالية، يعني أكو أزمة يمر بها العراق اقتصادية كبرى عبالة يحلها بمؤتمر الكويت ما انحلت. فلا تعتقد بأن يعني موضوعة الموازنة عبارة عن كأنها فريسة والكل تريد تنهش من هذه الفريسة، وهي الفريسة هي بالنهاية ضعيفة أصلاً، لا هي بيها فلوس ولا هي يعني ثرية، هذا الثراء اللي يخلي الكل يهجم عليها. شنو رأي جنابك؟ شكراً جزيلاً، تحية لحضرتك، ضيفتك الكريمتين عضوي مجلس النواب العراقي، كادر ومشاهدي قناة الفلوج الكرام جميعاً. حياك الله. للأسف كل القواعد اللي يطلبها الدستور لإعداد وتشريع قانون الموازنة العامة غير مراعاة في العراق منذ عام 2006 حتى الوقت الحاضر، على اعتبار أن قانون الموازنة يأتي ضمن مشروعات القوانين اللي يقدمها مجلس الوزراء بالاستناد إلى الفقرة ثانيا من المادة 80 اللي هي تتعلق باختصاصات مجلس الوزراء، ولكن
يجب أن يكون تقديم مشروع الموازنة مقترنا بالحسابات الختامية وخطط التنمية. وإحنا من 2006 إلى الآن لا شفنا خطط تنمية ولا شفنا حسابات ختامية للأسف، وبالتالي الذي يقرأ الموازنة لا يستطيع أن يدقق أو يقارن أو يخرج بمخرجات صحيحة علمية للحسابات الإنفاق لعام 2017 حتى احنا نأسس به لعام 2018، وبالتالي خطط التنمية أيضا معدومة عن هذا البلد، بحيث أنت ما تعرف اتجاهات الموازنة العامة، أي الدولة وين ماشية وين رايحة، بيا اتجاه رايحة أيضا ما تعرفها في غياب خطط التنمية. ثالثا أو ثانيا، معروف أن الموازنة بها عجز بنسبة كبيرة جدا، وهذا العجز حقيقة عجز ما إلى أساس، على اعتبار أن الموازنة أعدت على 46 دولار للبرميل، ولكن اليوم أكو فارق صار 60 و64 و67، فيفترض أن هذا الفارق ما بين تخميني للحكومة منذ عام 2017 في شهر الأيلول إلى الآن صار فارق كبير جدا ما بين الرقمين، فأنا أعتقد أن الرقم سوف يؤدي إلى نقصان العجز بنسبة كبيرة جدا. ثالثا، يعني أنت حتى هذه اللحظة سيادة القاضي، للشيعة محقين سيادة القاضي، حتى هذه اللحظة تحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة بغياب الحسابات الختامية وغياب خطط التنمية، يعني إحنا ما يعني لحد الآن ما جبنا طاري الكتل السياسية والقوى المختلفة، هذا اللي أفهم الآن. نعم، أكمل وأعرض لحضرتك هذا الأمر. إحنا لما نطالب بالبترو دولار اللي هو تعويض في المحافظات المنتجة للنفط، تحويض عن الأراضي اللي راح تقلص من ناحية زراعية وتقلص من ناحية استثمار أبنية، هاي كلها طبعا محرمة على البصرة وعلى غيرها من الدول النفط من المحافظات النفطية، كما أن الدخان الأسود اللي يخرج من الآبار النفطية قطعا إلى دور سلبي على كثير من الأمراض ومنها الأمراض المسرطنة، والماء المالح على سبيل المثال في البصرة وشحة في كثير من المحافظات، دواعي لأن تعوض هؤلاء عن ما تنتج أراضيهم. إذا تذهب إلى المنطقة السنية، المحافظات المحررة عندها مطلب اللي هو نعم مطلب يعني تعمير المساكن، ولكن يعني هل أن نينوى وصلاح الدين والأنبار أنت تستطيع أن يعني تعمرها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة حتى؟ أنا ما أعتقد أن الأرقام لهذه الموازنة سوف تسعف الأخوة في المحافظات المحررة ولا الناس اللي موجودين في المحافظات المنتجة، ممكن أن تسعفهم محافظة موازنة لمدة عام. إذا نذهب إلى الأخوان في الجانب الكردي، طبعا قطعا أن موازنتهم كانت من 90 إلى 2003 كانت موازنتهم 12.3% وفقا لمذكرة التفاهم لاحقا الـMOU مع الأمم المتحدة. بريمر عملها سواها 13%، وإجينا بالحكومة المؤقتة ب 2005 عملناها 17% لتجاوز بعض الأضرار في مناطق حلبشة وبعض المناطق المتضررة، لكن هذا الرقم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لسبب أن الأرقام الواردة في الموازنة العامة هي أرقام تخمينية أولا، واثنيا أن الموازنة حولية أي سنوية، وثالثا أنها تطبيق للقوانين المشرعة، يعني رقم 17% هو ليس بقانون وارد، وإنما ورد فقط بموازنة لمدة عام تبدأ بواحد واحد وتنتهي في 31/12، فلما انتهت عام 2005 تنتهي معها النسبة. زي ليش استمرت العدد؟ يعني لا يجوز أن نتكلم عن نسبة 17%. أرجع إلى مبررات الأخوة الكرد بأنه إحنا طلبنا التعداد العام للسكان وبغداد ما استجابت. نعم صحيح، أكو عندنا خلافات على كركوك وعندنا خلافات على المناطق المختلف عليها،
فالمختلف عليها وكركوك كردت بعد أن عربت بأيام النظام السابق، وبالتالي مثل ما أزيل التعريب زيلوا التكريد عنها حتى يصير تعداد عام للسكان في البلد. يعني ما معقولة مثلا إقليم كردستان عدد الموظفين به يعادل ثلث عدد موظفي الدولة العراقية ب 15 محافظة بما فيها بغداد اللي بحدها تعادل كل نفوس المحافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وما أدري يمكن صاير عندهم محافظة رابعة. ما معقول، ليس من المنطق ولا من العقل أنه أنتم عندكم الكادر الوظيفي في إقليم كردستان لثلاث محافظات يعادل ثلث عدد لكن ما يخالف محافظة بما فيها بغداد. رغم كل هذه الأرقام، يعني هل من العدالة أن تتقلص الموازنة من 17% إلى 12%، أم تعتقد بأن 12% هذا الاستحقاق المعقول لإقليم كردستان برأيك أنت؟ لا هو مو استحقاق معقول، يعني لم يكن استحقاقا معقولا، ولكن تدري حضرتك كلها مساومات سياسية وآراء سياسية لا علاقة لها بلغة الأرقام والحاجات الفعلية. يعني حتى ال 12 دستور عام 2006 حتى ال 12 مو حاجة، يعني حتى ال 12 مو رقم دقيق، يعني أيضا ممكن ما بعدالة. إذا قسناها إذا ما قيست بمتطلبات الدستور، الدستور يقول تخصص وفقا لمبدئين أساسيين، الأول حسب نسبة السكان في المحافظة، واثنين نسبة المظلومية. يعني أنت شايف هاي العرباين تجرها خيول ومطاية تكرم حمير والناس الفقراء في هاي المحافظات الكثيرة، هاي المظهر ما تجد مثلا في أربيل ولا تجد في السليمانية ولا تجد في دهوك. إذا أنت نسبة نموك هناك عالية جدا، وأنا نسبة الفقر عندي واطئة جدا، فشلون يعني أيضا عالية جدا، فشلون يصير تطبق هذا المبدأ على اعتبار تحافظت على مستواك لازم بعد ترتفع؟ طيب. وأنا أنزل بالفقر إلى درجات. طيب. طبعا فقر ومرض وما إلى آخره. الحكومة طبعا أستاذ كلش مهمة نقطة أخير. 2003 أقرينا عندما كنا في مجلس الحكم بأمر تشريعي إجراء التعداد العام للسكان، ولكن لم ينفذ. جاءت حكومة السيد المالكي من 2006 على أن ينجز في 31/12، يعني قبل 31/12/2008 ولم ينجز. ليش لم ينجز؟ لأن أكو عملية تكريد وتغيير ديموغرافي إلى المناطق اللي يسيطرون عليها الأخوة الكرد، في حين أنه في المبدأ الأساسي أن الأخوة الكرد اعترف بهم كإقليم في قانون إدارة الدولة على أن يبقون عند الحدود المخططة لهم والتي لا تتجاوز 19/3/2003. طيب. شلون عبرتوا على المناطق المختلف عليها؟ شلون عبرتوا على كركوك؟ شلون عبرتوا على مناطق كثيرة جدا؟ نعم. يعني هذه كلها يراد لها إنصاف. نعم. ويراد لها وجدان. نعم. هذه اللي تفضل به سيادة القاضي وائل ست نجيبة هي عبارة عن خلينا نعتبرها مبادئ الحكومة في التعامل مع نسبة إقليم كردستان، بمعنى أكو استحقاقات، يعني الموضوع مو موضوع موازنة ولا موضوع تعداد سكاني، إنما موضوع يعني إشكاليات متراكمة منذ عام 2003 تمثل مبادئ لصوغ الموازنة الحالية. هذه المبادئ لازم تنحل، يعني بما فيها قضية يعني المناطق التي كردت في محافظة كركوك، ما بعد الاستفتاء ينبغي أن تعود إلى عربيتها وضعها الطبيعي. لماذا لا يفكر سياسيو الإقليم بمخرج عملي للمبادئ التي تفكر بها بغداد حتى نطلع من هذه الأزمة، حتى العراق يصير بموازنة العام 2018؟ أولا أرجو أن تعطيني المجال الكافي حتى أرد على كثير من كلام أستاذ وائل عبد اللطيف. وأعتقد كلام عارف ومرشح كدعاية انتخابية، كل هذا الكلام الذي يؤكد فعلا نفس العقلية أو نفس النفس اللي يصنع به القرار السياسي المالي الإداري في الدولة الذي يخدم فقط طائفة واحدة حقيقة. أقول الآتي أستاذ، أولا آتي من النهاية، هي كردستانية ونحن الكرد بعد 2003 حقيقة قبلنا بقوة المنطق، بقوة المنطق وقبلنا بمادة 140 التطبيع
الإحصاء وكذلك الاستفتاء في هذه المناطق. و2003 جنابك تعرف يعني، و2005 أسس الدستور، يعني الجمعية الوطنية كان مادة 58، أي قبل أن يحصل أي تغيير فيها أو حتى عودة العوائل التي تم تهجيرها عنوة وقسوة من ممارسات النظام البائد لم يتم حتى إعادتهم، وطالبنا بالتطبيع والإحصاء والاستفتاء، لكن الحكومة الاتحادية لم تقبل بذلك، لأن كانت هناك إرادة مبيتة من الحكومة الاتحادية على أن يحصل فعلا يعني تغيير ديموغرافي في كركوك، ويجرون الإحصاء بما يكون أو يتناسب وينسجم مع نية وإرادة الحكومة الاتحادية. هاي أولا. اثنين، نأتي إلى 2003. أخي هذه الحدود هي ليست حدود إدارية، حدود هي كنا تحت يعني حماية دولية، خط هذه الخطوط التي رسمت، وهذه الخطوط طبعا هي نقول استطلاقة عسكرية لم تكن إدارية، حتى تقول انه في مادة 58 فقط حدود اقليم كردستان هي هذه 19/3/2003. نقطة اخرى نود ان نقول هي ليش مناطق متنازع عليها ووضعت في الدستور متنازع عليها، لان هذه المناطق اصلا هي كردستانية، ولكن لو تم فعلا تطبيق الدستور لقال الناس الموجودون في هذه المناطق رأيهم، لكن الحكومة الاتحادية لم تقبل بقوة المنطق المثبت في الدستور. نقطة أخرى، يأتي إلى المحرومية. يا أخي هل تعلم بأن المحرومية المذكورة في مادة 121 فقرة ثالثة من الدستور أن أقليم كردستان التي دمرت فيها 4500 قرية لحد الآن البنى التحتية لكل هذه المناطق لم تعاد من قبل حكومة وواجبها، ووفقا لبيانات وزارة التخطيط الاتحادي حالي وكذلك يونيسيف أنه نسبة الفقر في أقليم كردستان بعد 2014 قد زادت 5 أضعاف، في نهاية 2013 كانت 3.4 الآن أصبحت 16. وين يروح النفط سيدة نجيبة؟ ست نجيبة وين يروح النفط؟ يعني بغداد تسأل النفط. يعني مشكلة النفط وتصدير النفط منفردة من لدن أقليم كردستان، هاي الأموال النفط وين راحت؟ هاي حكومة العبادي تسأل عليه دائما، وليش وليش شعب كردستان فقير إذا كان هو يصدر نفطه بنفسه؟ هم 3 محافظات. السيد العبادي ووزارة النفط يعلمون كميات التي المنتجة وكميات المبيوعة، والجميع يعلم 2014 عندما أتوا دواعش بمسافة أكثر من 1050 كيلومتر وكنا مع حرب ضد داعش نزل أسعار النفط دون 20، ولجأت حكومة أقليم كردستان يعني مكرهة ومجبرة على بيع النفط بعد أن يأست من أن السيد العبادي خلال عام 2015 6 أشهر الأولى لم يسلم حصة بما يكفي للرواتب، وأقول بالأرقام فقط 2 مليار دولار ل6 أشهر، في حين أن النفط التي تم بيعها عن طريق شركة سومو كانت يعني بمبلغ 4 تريليونات. زين، إذا الحكومة ما تدفع رواتب والحكومة لا تعطي قروض لأقليم كردستان والبنك المركزي فقط ل15 محافظة، ولا يعتبرون الشعب الكردستاني جزء من الشعب العراقي لا بالحقوق ولا بالامتيازات. نقطة أخرى نود أن نقول، حرب ضد داعش ونازحين أكثر من 2,000,000 بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط، وأيضا الحصار يعني عدم الحصة من الحكومة الاتحادية هي أدت إلى زيادة نسبة فقر في أقليم كردستان. طيب مثل هذه المبادئ ايضا في حين نسبة الفقر في جنوب العراق ضعفين، يعني كانت 13% 12.6. مثل ما تكلم سيد نجيبة، مثل ما تكلم سيادة القاضي عن مجموعة مبادئ، انت الان تتحدثين عن مجموعة مبادئ هي قناعات لدى التحالف الكردستاني بانه هذه القضية تنحل، قضية الموازنة طبعا تنحل بتسوية كل هذه الملفات، ولكن هل بالامكان ان يكون هناك تنازل لتمرير موازنة العام 2018 لو لازم هاي المبادئ كلها تتحقق بهذا السقف التفاوضي للتحالف الكردستاني؟ يا أخي المشكلة في العراق أن هناك مبدأ الأغلبية وأن هناك مبدأ القوة. حقيقة القوة شنو يعني قوة؟ أنه أن أستطيع أن أحصاني أن أحقق ما أريد أعمله، وليس هناك أي مبادئ دستورية قانونية حقيقة نستطيع أن نستند عليها، لأن لو كان فعلا نظام دستوري لما وصل حال العراق إلى ما آله الآن، على ذكر ولما
على فلما ذكر تراكمت الأزمات، أزمات مع أقليم كردستان إلى أن وصلت إلى هذا الحد. على ذكر الأغلبية السياسية معذرة، يعني هناك كلام يعني مؤكد يدور حول أن قوى التحالف السنية طبعا بين ظفرين ستمرر الموازنة بعد إرضائهم من لدن رئيس الحكومة، وكذلك المحافظات المنتجة للنفط، وبالتالي ستمرر الموازنة موازنة العام 2018 الاتحادية بالأغلبية السياسية. سيدا أهل الهبابي، هل هذا وارد أن تمرر الموازنة بالأغلبية إذا تمسك الكرد بمطالبهم وشروطهم؟ ست نهلة، أتمنى تعطيني الوقت مثل ما أعطيت يعني طبعاً بقية الأخوان والأخوات أيضا. يعني صراحة أنا بالبداية خلي أعلق على الكلام بالنسبة لأخوان الأخ القاضي وست نجيبة. أنا أقول هذه المحافظات يعني أعتبر أنه واحد قال تعريب والثاني واحد قال عربي والثاني قال كردي. أنا أحب أوضح في شيء، منطقة كركوك تركمانية وحتى أربيل منطقة القلعة تركمانية، بالتالي هذا الموضوع الاستكراد اللي حدث في المنطقة خلينا نكون واقعيين وصريحين، حتى لو ترجع لك على التاريخ تلاقي هذه المناطق تركمانية، لا عربية اللي سوتها صدام ولا كردية اللي صارت زحف واتفاقيات الكردية ويا صدام. يعني بالتالي خلينا نتحدث نكون واقعيين، والتاريخ يشهد على هذا الشيء. وبالتالي ست نجيبة من ذكر الأستاذ عبد اللطيف قال مواضيع انتخابية، طيب يا أخت نجيبة هذا الكلام اللي تحدثتي شنو الموضوع؟ هو أصلا موضوع انتخابي أيضا. بالتالي لو نحكي صراحة، لو نجامل شعبنا وصراحة نتمسك في الشيء، لو تصير لو أنا ما أحقق شيء لمكاسبنا، إذا تريد قلبكم محترق على هذا الشعب اللي مثل ما ذكرتي عدة أشهر ما مستلمين رواتب، إحنا بالعكس ليش نبقيهم مدة أشهر بدون رواتب؟ خلنا نكون إذا ليش مثل ما يقولون ليش انتم تخافون؟ اذا عندكم عدد حقيقي من الموظفين تعطون الاوليات لكل الموظفين المتقاعدين لاعداد البيشمركه على اساس تاخذون استحقاقاتكم. هذا واحد. واضافه خلينا نكون واقعيين، صادرات النفط للحكومه العراقيه أنا لحد الآن ما قاطعت ست نجيبة، خليني أكمل الكلام أنا مثل ما سمعت لكل الطرفين أيضا. بالنسبة للموضوع الاستحقاقات الشعب الكردي، أنت كعضو مجلس النواب، طيب اليوم الطالبين تستقتلين داخل مجلس النواب العراقي حقوقهم، ليش ما تروحين الطالبين حقوق الأكراد من داخل إقليم كردستان؟ ليش ما تقولون على رئيس الحزب والكتلة مالتك تقولين النفط يتصدر لمدة سنوات والإضافة للمنافذ الحدودية، وين تروح وارداته؟ طيب يا أختي العزيزة، هاي صادراتكم النفط والمنافذ الحدودية لو حكومتكم أو إدارة إقليم كردستان لو تعطي للشعب الكردي اليوم، والله العظيم ما كان عندكم معاناة. انت تعرفين عدد المنافذ الحدودية الرسمية؟ اربع منافذ حدودية، لكن 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 24 منفذ. انا ما قطعت الكلام ست نجيبة، خلينا اكمل مثل ما نطيتش المجال حتى تتحدثين. اما غير هذا صراحة لا 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 استاذ العزيز، لو اضبط اللقاء لو انا همين اسحب مثل ما سمحت الها وهي ما تسمعني. دقيقة دقيقة ست نجيبة، حتى يعني توصل الفكرة وما حد ينسحب، أريد نكمل الحلقة وإحنا يعني فاهمين إيش قاعد يصير، ممكن نطلع من عندها برؤية. تفضلي ست نهلة كملي الفكرة. شوف احنا بالنسبة للقانون صراحة المنافذ الحدودية الرسميات الموجودة على الحكومة أربعة، بس اللي صارت من ذهب القوات الحكومة المركزية 24 منفذ حدودي. هاي المنافذ الحدودية يا ترى شنو النوع من المواد اللي يدخل؟ وش قد واردات هذه المنافذ الحدودية؟ وين تروح هاي المنافذ الحدودية؟ هم حسب قيادات كردية اللي اعترفوا عدد صادرات النفط اللي ما موجودة من ضمن الأرقام الموازنة، هذا واحد. وعدد الواردات المنافذ الحدودية وين تروح؟ حسب القانون والدستور شو يقول؟ يقول النفط والغاز ملك الشعب العراقي بأكملها. طيب اليوم الحكومة المركزية ملزمة لدفع أموال على الشركات اللي قاعد يستخرج نفط ويصدر هذا النفط، وين يروح الواردات؟ فلس واحد اعتراف رئيس الوزراء يقول من هذه الأموال احنا ما نعرف وين وارداته. طيب الوزير النفط اقليم كردستان ما بيعرف، الأحزاب الكردية ما بيعرف، لعد وين تروح هاي صادرات النفط؟ ما تحاسبون الإدارة اللي يدير الحكومة اقليم كردستان باقليم كردستان تاخذون حقوق شعبكم اللي قاعد بعد كم يوم راح تصير الانتخابات، انتوا حاسبوا وزاراتكم، حاسبوا احزابكم، وين تودي هذه الفلوس الاموال؟ تبقى بعدين احنا تجي من تكون الانصاف، مو تجي تقعد لي ركبه ونص داخل مجلس النواب العراقي تعرقل لي اقرار قانون الموازنه. شوف خلينا نتحدث الصراحه، ست نجيبه ذكرت الموضوع الاغلبيه، خلي من البدايه الاحداث لحد الان، مو التحالف الوطني مثل الاغلبيه خلال مده 4 سنوات، انا راح اتحدث بس 4 سنوات، مو احنا كنا مثل الاغلبيه داخل مجلس النواب العراقي،
إضافة حتى لو حسبنا على التحالف الوطني خارج التحالف الوطني والإخوان السنة وكنا نشكل داخل مجلس النواب العراقي، إحنا طيب ليش ما نقدر نمرر القانون النفط والغاز؟ ليش أكو قوانين من القوانين المعينة؟ هل سوينا لو الأدرو سويناها الأغلبية لحد الآن كل القوانين العراقية؟ قانون الحشد الشعبي مرر بالأغلبية بانسحاب السنة والكرد. السؤال، هل ستمرر الموازنة بالأغلبية السياسية أو بدون الكرد؟ عوفك من موضوع الأغلبية، هل ستمررون الموازنة شيعة وسنة بعيدا عن الكرد؟ هذا موجود الإرادة السياسية داخل مجلس النواب؟ شوف أستاذ العزيز، إحنا لم نمرر أي قانون أي موازنة سوى سنة واحدة مررنا القانون بالأغلبية، هذا واحد. إحنا اليوم حديثنا عن القانون، أما قانون الحشد الشعبي هي قانون اللي الناس اللي ضحوا لابد أنا أضمنهم ضمن القانون حتى ما أخلي بعض الجهات السياسية يتطاولون على الأبطال اللي فدوا دمهم من أجل يحررون الأراضي وأن يحرروا الأعراض. هذا شيء آخر. الله يخليك، أنا سألتك عن الموازنة، هل ستمرر بعيدا عن الكرد طبعاً. هل ستمرر رغما عن أنف الكرد؟ طبعا راح نستطيع أن نمرر هذه القانون الموازنة، لأن هنالك آلاف من المواطنين وخاصة الناس ينتظرون هذه القانون الموازنة. في حال الحكومة 40% حقق من مطالب المحافظات المتضررة والمحافظات المنتجة للنفط، طيب. ما من المعقول أني الشعب ما يقارب، قول احسب حساب خارج التعداد السكاني للكرد، أني أوقف الرزق أو مثل ما يقولون العمل بالموازنة لهذه المحافظات ما يقارب 30 مليون، أربطها على كم مليون من أقليم كردستان، ما ممكن هذا الشيء. بالتالي نتمنى أن يكون مطالبهم مشروعة مثل ما حال. طيب أنا ليش أنا أتنازل أيضا اليوم؟ طيب. الأزمة المالية والتقشف، إحنا المحافظاتنا المتضررة أكثر من أقليم كردستان، ليش إحنا اليوم النازحين أكثر من السنة اللي حد الآن ما مصروفة رواتبهم أيضا رواتب مدخرة؟ طيب إحنا ليش معاناة شعبنا أقل من معاناة شعبكم؟ جيد. الموضوع تعلمين. الموضوع تعلمين الموضوع بأن الطبيب الموجود في مستشفيات دهوك وهو نازح يستلم راتب شهريا ولا يعمل، والطبيب في الكردستاني في مستشفيات دهوك يعمل 24 ساعة ولا يستلم راتب، هل هذه عدالة؟ وكذلك القادر الصحي، وتعلمين شوف خلي وضع شيء بالنسبة للأطباء، ذكرت الموضوع النازحين أستاذ العزيز، ما خلتني أكمل موضوع النازحين. أرجع لكم أرجع لكم اللي ست نجيبة دي حمل لنا من نية إنه ما يعتبرون جزء من أول أبناء العراق. اليوم النازحين الموجودين داخل إقليم كردستان بالعكس خلت الشعب الكردي يعيش وينتعش على الأموال النازحين صراحة. بس دقيقة، الموظفين يستلمون الرواتب يبكي على ليلى، دقيقة بس دقيقة، الشعب الكردي الكل يبكي على، بس دقيقة بس دقيقة. سيادة القاضي وائل عبد اللطيف، طبعا يعني واحدا من مفاتيح حل هذه المشكلة ما ذهب إليه رئيس الوزراء إلى مؤتمر الكويت، كان من المفترض أن يكون ماخذ مشاريع تنمية ورؤى اقتصادية، فتحول مؤتمر المانحين إلى مؤتمر دائنين وقروض تكبل العراق مستقبلا. يعني هل فعلا يعني هناك قصور حكومي؟ ونريد أن نسمع من جنابك تفسير لماذا فشلت الحكومة العراقية في تسويق مشكلة العراق الاقتصادية وإعادة إعماره، اللي إحنا لحد الآن يعني ما افتهمنا غير أكو قروض بس ماكو منها. بالتأكيد مؤتمر المانحين كما أطلقوا عليه هاي التسمية في البداية وحشدوا له حشد كبير جدا، لم يكن بهذا الوصف، وإنما كان مؤتمر استثماري، مؤتمر اقتراض، ومؤتمر مصالحة، ومؤتمر منظمات المجتمع المدني الـ NGO، بدليل أن هناك أموال ذهبت إلى المصالحة الوطنية اللي بدت ويانا من 2006 ولليوم احنا خلصانين. هذه جديدة سالفة يعني المصالحة الوطنية لليوم. يعني نفهم مؤتمر استثماري، نفهم مؤتمر دائنين، فعلا الـ NGOs كانت موجودة، ولكن هو مؤتمر مصالحة، هذه فكرة جديدة لو تفسر لنا اياها شوية جميل. حضر الأخ الدكتور محمد سلمان رئيس مكتب المصالحة الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصل مبالغ من الكويت تحديدا تدعم عملية إتمام وإكمال المصالحة الوطنية، وضمن البرامج التي طرحت لمشاريع المصالحة للمرحلة القادمة
وكان هناك حاضر مدير عام منظمات غير الحكومية الأخ محمد طاهر التميمي. مش قد المال خصص للمصالحة؟ أعتقد تجاوز 500 مليون دولار، وكذا 500 مليون إلى منظمات المجتمع المدني. أما أكثر شيء انعرض هو مشاريع استثمارية، والمشاريع الاستثمارية عزيزي والله دول العالم كلها اجت للعراق تقول له احنا نريد نستثمر. وأنا كنت على عهدي عندما كنت محافظ في البصرة 10 مشاريع استثمارية لو مشينها البصرة هسه مو بهالحال، من ميناء الفاوي الكبير إلى واحة العراق إلى برج رجال الأعمال إلى نيو بصرة إلى مدينة آدم إلى صيد وتعبئة وتغليف الأسماك إلى 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 هذه كلها رفضوها. يجي المستثمر من خارج العراق، هو يجي ماكو داعي ترحون للكويت، هو يجيكم بالكويت. وهذا الكلام استمر حتى اللحظة. أذكر لحضرتك أنه نعم هذا معسكر الرشيد اللي مساحته 5000 دونم تقدمت له 4 شركات عملاقة، العابر أو المعبر لمحمد بن زايد الإماراتية، وشركة رفيق الحريري، وشركة ثالثة أيضا لبنانية، وشركة رابعة. هذن 4 شركات كلهن رادن يستثمرن كل مساحة 5000 دونم. هذا الحكي عام 2009، احنا الآن بال 2018. روح حضرتك شوف التجاوز على معسكر الرشيد، الملا بيوت وحواسم وما تعرف منين أشكالها ومنين ألوانها. دولة لا تريد أن تعمل، هاي الدولة لا تريد أن تعمل. هاي ب 2009 هذا ب 2009 كان نور المالكي رئيس وزراء، الآن حيدر العبادي أيضا، حيدر العبادي كدولة نعم لا يريد أن يعمل. يعني لحد ما لنا علاقة، لكن نتكلم كدولة وكسياسات عزيزي. أنا ما لي علاقة بالمسميات، لكن نتكلم كدولة. أنا لي شغل بالسياسات. من يتغير رئيس الوزراء تتغير السياسات، من يتغير رئيس في النظام الرئاسي تتغير السياسات. ما تغيرت السياسات ما بين العبادي والمالكي؟ ما يخالف، ما تغيرت من 2009 إلى الآن. العبادي كان بال 2014 كان قالهم تعالوا إحنا محتاجين استثمار، وهم على رغبة، واليوم إذا قلت لهم تعالوا يجون، بدليل عرضوا نفس مشاريعهم بال 2018 في مؤتمر الكويت اللي انعقد قبل أقل من شهر. إذن إحنا من الناحية الفعلية ما عندنا رغبة للاستثمار، أو ما نريد الاستثمار. لو نريد كل بلدنا صار بغير حال غير الحالة الذي نحن عليه الآن. العقول ما هي مال استثمار، البيئة ما هي مال استثمار، الأجواء ما هي مال استثمار، فشلون يجي المستثمر بيا حال ويعرضوني مسائل كثيرة جدا. لهذا أنا أقول أي مديونية على هذا البلد معناتها دمار للأجيال القادمة. إحنا مديونين اليوم 130 مليار دولار كلها رواتب وعسكر وبارود، ماكو شيء انتاجي بحيث تقدر تعوض هاي دول العالم باشر عقبة. ونسبة الفوائد اللي ترتبت عليها 7 مليار دولار، وذولا يردون ياخذون بعد النوب مبالغ حوالي 15 مليار حتى تكون المديونية قريب 145 مليار، وما اعرف نسبة فوائدها السنوية ايش قد راح تكون ومنين راح يسدونها. يعني من يا باب راح يسدونها انتم اذا وظيفة عامة ضخمت الصادرات النفطية مع الكركوك والأرميل ما تعرفون بها وين تروح، بينما تصدر من منظمات نفطية حقيقية يعرفون الباخرة ايش قد حمولتها من جيهان ووين رايحة، وأغلبها تروح على ميناء إيلات الإسرائيل. هل فعلا هناك صفقة؟ مبالغ هاي وين تروح؟ هل هناك صفقة ما بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والكويت مقابل قروض على حساب أراضي عراقية أو حقول نفط حدودية؟ أكو تصريح طلع من عندك بهذا الشيء، تصريح مقروء وتصريح صوتي، تأكد أو تنفيه على قناة الفلوجة. هذا نعم هذا الموضوع أخي العزيز، أنا والكويت مرسمين حدودي عام 1932 وحدودي مع الكويت المطلع، سواء إجا قرار مجلس الأمن الدولي 687 أو اللي إجا 833 سنة 93 وغيرها من القرارات، كلها تؤكد العودة إلى ما تبناه نوري باشا عام 1932 بأن الحدود مع دولة الكويت المطلع. إيش جابكم على خور عبد الله؟
إجابكم على حقول النفطية ثلاثة، حقل السجيل الأعلى وقبة صفوان وحقل الزبير، شلون أخذتوا قاعدة؟ هل رئيس الوزراء حيدر العبادي متورط بهذا الشيء بهذا التقدم بوصولهم إلى خور عبد الله؟ يعني دا يضغطون عليه لأجل أن يعطي المرتسم النهائي لخط الحدود، ما يسمى خارطة الرسومات النهائية حتى يدعونها عند الأمم المتحدة، وذيك الساعة العراق يبدأ من حيث انتهى، يعني لا بينا ولا بمعاركنا ولا بوضعنا ولا بحقوقنا النفطية اللي كانت تسرق، إنه كلها سلمت بالكامل. سيادة القاضي، وبالتالي هذه فقط باختصار التي جرت بين العراق والكويت لا تطمئن، غير مطمئنة. يعني حقيقة 500 مليون دولار في موضوعة المصالحة يعني خلاها يعني أو حصلها مكتب المصالحة التابع لرئيس الوزراء، لكن 500 مليون دولار يعني إحنا رايحين مؤتمر مانحين، 500 مليون دولار مصالحة لو نعمر بها شارع أو نرجع بها ناس نسوي لهم كرفانات مكان قاعدين بالخيم، لو ننظف مدينة من الجيف اللي بيها جيف القتلى في الموصل اللي اتفسخت الآن، شنو قضية 500 مليون دولار للمصالحة بين ظفرين يعني باختصار؟ جان يعني هي أربع جوانب، مؤتمر الكويت أربع جوانب، باستثمار وانعرضة المشاريع الاستثمارية، وب دول مانحة أعطت مبالغ على سبيل المنحة لم تتجاوز المليارين بدون فائدة، وفيه دعم لمنظمات المجتمع المدني الNGO وحضر مدير عام المنظمات، وفيه مبلغ أعطي إلى المصالحة لإتمام المصالحة المجتمعية بين أبناء الشعب العراقي. هذا طيب هو الموضوع. طيب أن تصل ست نهل الهبابي، أن تصل الديون والقروض إلى يعني مشارف 140 مليون دولار، ترى مجلس النواب يتحمل مسؤولية يعني هذه الديون وهذه القروض؟ لا حسابات ختامية، لا سؤال وجواب لرئيس البرلمان بعد ما رجع من الكويت، الفلوس هاي شنو وضعها؟ أنتم مو جهة رقابية، لو شنو وضعكم يعني شلون تتعاملون ويا مثل هذه المبالغ اللي راح تكبل يعني أجيال قادمة حتى بعدها ما شايف الدنيا؟ شوف أستاذ، صراحة اليوم حتى رواتبنا، مع العلم عندنا صادرات النفط، حتى الرواتب اللي يسدد اليوم على الموظفين اليوم من الصندوق النقد اللي فرض بعض الشروط الصعبة اللي يمكن حتى مصر أفقر الدول ما يلتزم بها، اليوم إحنا مثل ما ذكرت إحنا المحافظات المتضررة اليوم، والله حجة شنو اليوم بالموازنة درجات يعني الوظيفية لعامة العراق زيرو، يعني يقتل الطموح الشباب، بالتالي والله إحنا ملتزمين على صندوق النقد اللي فرض عليه بعدم يعني إطلاق الدرجات الوظيفية، بل العكس تقليل عدد المنتسبين بالقوات الأمن الداخلي وتقليل العدد الموظفين بالدولة. طيب هذه الأمور ما راح مقارنة مع عدد النمو الكثافة السكانية ما راح يتناسب لك هذا الشيء، بالتالي إحنا العراق اليوم لو الحكومة المركزية والحكومة جادة باسترجاع الأموال من المفسدين، واليوم المزاد العملة اللي بسببها اللي دمر أيضا المال العراقي حقيقة، الدينار العراقي، المليارات اللي قاعد تهدر كل يومية، لو بس غير تسألون الدولار يا ست نهلة من يسأل الحكومة هذا الموضوع؟ هذه يعني الثغرات، هذه الثغرات الاقتصادية بالفاسدين وب يعني تصريف العملة، يعني شغلكم مجلس نواب، مجلس النواب ساكن عند هذا الموضوع، لا يحاسب حكومة، لا يحاسب جهات اقتصادية، طبعا تصير ماكو مساءلة، ماكو رقابة. أحسنت، لأن السبب لأن هذه المزادات، لأن إحنا أكثر من جهة معينة، أكثر من نائب من يطرحون الموضوع. على سبيل المثال قالوا يابا ليش إحنا ما نصرف الرواتب الموظفين الدولة العراقية كذا دولار من ضمن كل راتب كل موظف يستلم على سبيل المثال 300 و400 دولار حتى نمنع إنه ينحصر المزاد العملة لجهات معينة حتى ما يرتفع الأسعار الدولار. قالوا يابا بالقانون ذهب
البنك أو الأستاذ علي بخصوص الموضوع بالله بالقانون ما موجود. أعتقد يعني كان الرد من عندهم أنه لا يوجد بالقوانين العراقية صرف الموظف من ضمنها أن يكون دولار، بالتالي أعدار ما كانت مقبولة مقارنة بالهدر المالي اللي قاعد تصير في الأرض الواقع. يعني حقيقة إذا احنا ما وقفنا هذا الهدر اليوم، الدعم المنتج المحلي من الزراعة وغيرها من الأمور وينها؟ الحكومة وقت الحصاد يفتح الباب على مصرعيها يجينا البضائع من مختلف الدول، وين القطاع الانتاج الحيواني؟ ليش ما يسد الحكومة يجينا يعني صار صار جفاف من اللحوم وغيرها من خارج العراق كلها مواد مسرطنة؟ طيب هذه الحكومة مشارك بالفساد، يعني خلينا نكون واقعيين لأن هم شركاء بهذا الفساد، بالتالي أحزاب احنا جيد جيد سيدنا العزيز إذا ما قضينا على المحاصصة يعني في عملية سياسية راح تبقى الدولة يعاني. جنابك عضو ائتلاف دولة القانون، أنت تتهمين رئيس أو تتهمين حكومة ولدت من دولة القانون بالفساد، هذا تطور مهم في سياق يعني تشخيص المشكلة. ست نجيبة، يعني إذا رجعت في موضوع الموازنة من ما تفضلت به السيدة نهل الهبابي بأن الموازنة ستمرر رضوا الكرد أو ما رضوا، وبالتالي يعني تقاطعون العملية السياسية، تقاطعون بغداد، تروحون تعتزلون في إقليم كردستان، شنو ببالكم يعني مخططين إذا مشت الموازنة على شكلها الطبيعي شكلها 12% للكرد؟ أولا لا نستبعد تمرير الموازنة بالأغلبية، وإن تمرير الموازنة بالأغلبية إقرار من الحكومة من النواب العراقي أن الشعب الكردستان ليس جزء من الشعب العراقي، وإقرار من عندهم بأن الموازنة ليست موازنة اتحادية لكل الدولة العراقية. نقطة أخرى حقيقة أود أن أبين معلومة، أستاذ ذكر أنه موظفي أقليم كردستان ثلث موظفي العراق، كلا هذه المعلومة غير صحيحة، لأن فقط 1,247,000 نقول موظفين ليسوا موظفين، لكن 700,000 موظف على الملاك الدائم، وكذلك الباقون هم متقاعدين والقوات البيشمركة وكذلك عسكريين وشبكة الرعاية الاجتماعية. أما إذا قارن هذا الرقم 1,247,000 بما موجود في العراق، فقط ما يقارب 3,000,000 موظفين على الملك العام، 3,750,000 هم متقاعدين، 1,220,000 هم رعاية اجتماعية، وأما النازحين وكذلك العقود قد يصل إلى 9 ملايين 10 ملايين. إذا النسبة الإجمالية البايومتري للمعتمدين في رواتبهم في أقليم كردستان حقيقة لا يتجاوزون، ليس بالرقم الذي ذكره أستاذ عبد اللطيف. الموازنة أستاذ صيغة بصياغة المنتصر والغالب. ماشي ماشي، إيش راح تسوون؟ ما فهمت سيدة نجيب، إيش راح تسوون؟ نعم أنا لست صاحبة القرار، لكن لو بودي حقيقة رئيس الجمهورية والوزراء وكل النواب يقاطعون العملية السياسية، لأن ما قيمة يعني اشتراكنا في عملية سياسية لا نستطيع أن نؤمن بقوت مواطن كردستاني، ونحن لسنا مرغوبين فيه في العراق حقيقة. يعني تصور 6 تريليون لا يكفي حتى لربع تزيد ربع رواتب موظفي أقليم كردستان. لماذا نكون بعملية سياسية لسنا شركاء وليس هناك توافق عذرا على المقاطعة وليس هناك قانون؟ سيدة نجيبة نجيب عذرا على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. نجيبة نجيب النائب عن التحالف الكردستاني كانت مباشرة معنا من دهوك، القاضي وائل عبد اللطيف والسيدة نهل الهبابي، شكرا جزيلا لكما، كنتما ضيفين على الطاولة المستديرة مباشرة من بغداد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.